السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم شيماء من قناة بيتي جنتي. النهاردة هوريكم طريقتي في حفظ الخضرة في التلاجة لأطول فترة ممكنة، وتطلعها زي ما هي وكأنك لسه جايباها، تعملي بيها سلطة، تعمليها في الأكل في الطبيخ بتاعك في أي حاجة، هتلاقيها زي ما هي، ما فيهاش اي حاجة وحشة ولا تلاقيها باظت ولا عفنت ولا اي حاجة. تابعوني وتعرفوا الطريقة. ويستحسن كمان انك تعملي الخطوة دي اللي انا هعملها دلوقتي اول ما تجيبيها في اليوم اللي انت هتجيبيها من السوق. يعني انا النهاردة انا جبت بقدونس. بصوا شكلها عامل ازاي ما شاء الله، شايفين؟ جبت بقدونس وكزبرة وشبت، شايفين الشبت لونه اخضر ازاي وجميل ما شاء الله، شايفين؟ طبعا احنا لو سبناها بره هتمرض وهتبوظ، ولو برضو حطيناها في الكيس برضو مش هتبقى حلوة. في حاجة عايزة اقولها لكم، انتوا بتنقوا الخضرة او انتوا بتجيبوا الخضرة، ما تجيبيش الخضرة اللي يبقى الخضري حاطط فيها مية. يعني في، انا بشوف ناس بتحطها في مية علشان يبان شكلها حلو وانت في السوق. لا، انت هاتي الخضرة اللي تبقى ناشفة كده، اهو بصوا، تبقى ناشفة ناشفة كده، ما فيهاش اي نقطة مية ولا ندى ولا اي حاجة. اهو بصوا شايفين الخضرة عاملة ازاي ما شاء الله، ما فيهاش مية خالص، ولا تغسليها ولا تيجي عندها، هي زي ما هي كده، تبقى ناشفة وحلوة وتنقاها حلو، ما تبقاش فيها حاجة كلها. بصوا ما فيهاش، هناخدها زي ما هي كده من غير مية ومن غير اي حاجة، ولا نغسلها ولا نيجي جنبها. انتي متأكدة من انتي نقيتيها كويس قوي وانتي بتجيبيها من خضري ما فيهاش مية؟ زي ما قلنا ما فيهاش اي حاجة، هناخدها برضو زي ما هي كده. وهنجيب معانا ورق زبدة، اهو شايفين ده ورق زبدة، وهنلفها فيه، وبعد كده نحطها في الكيس بتاعها، كيس يكون لونه ابيض او حاجة، يكون كيس نظيف اهم حاجة، ويتحط في التلاجة ويتحفظ، وتبعديها تماما عن اي مية. وهوريكم دلوقتي هحفظها ازاي. اهو بتقفليها كويس قوي بالشكل ده، بس انا مش عارفه اعمل عشان بصور بايد وبعمل بايد. اهو بتلفيها كويس قوي بالورق الزبده كده، وبنحطها في الكيس. هكمل الكميه كلها وارجع لكم. اهو انا حطيتهم كلهم كده، حطيت كل ربطتين في ورق زبدة وبالشكل ده. مش مشكلة، ده كده كده الجذور بتاعتها دي كده كده هتتقطع، مش مشكلة، مش هيجرى لها اي حاجة يعني. لكن ما دام متغلفة الخضرة كلها كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين، وهحطها في الكيس دلوقتي معاكم، مش هيجرى لها اي حاجة. وخلي بالكوا احنا لما بنحط الخضرة في الكيس كده من غير ورق زبدة ولا اي حاجة، هي وهي في التلاجة بتندي، يعني بتعمل ندى كده ومية على الورق بتاعها، وبالتالي ما تقدرش تقعد اكتر من 3 ايام.
من غير ورق الزبدة ده في الكيس، فبتعمل مية وبتعفن تمام حتى لو هي في التلاجة، عشان كده احنا بنحط لها ورق الزبدة ده عشان يحفظها تمام. يعني مهما عملتي، يعني مهما حطيتيها حتى لو كانت ناشفة وكده وحطيتها في الكيس لوحدها من غير ورق الزبدة ده مش هتقدر تعيش معاكي خالص، لكن ما دام حطيتها في ورق الزبدة ده ممكن تقعد معاكي اسبوع واسبوعين كمان. انا مجربة الطريقة دي على طول وبعملها، والحمد لله الخضرة بتقعد معايا وقت طويل جدا، ومش بحتاج ان انا اجيب خضرة كل اسبوع كمان. فانا استغليت فرصة ان انا جبت النهاردة كمية كبيرة وهخليها عندي بالشكل ده في التلاجة، وبإذن الله وبإذن الله وبإذن الله هتكفيني بإذن الله أطول فترة ممكن بإذن الله. اهو دلوقتي انا غلفت الكيس بالشكل ده اللي انتوا شايفينه، وهحط الكيس بالشكل ده كده في التلاجة على اي رف كده في التلاجة وهسيبه. وعايزاكم بس تجربوا الطريقة دي والله هتعجبكم قوي، وهتلاقوا الخضرة معاكم مش بتبوظ، وبتقعد معاكم اطول فترة ممكنة ومن غير حتى ما تغير لونها ولا اي حاجة، وكأنك لسه شاريها دلوقتي في وقت ما تطلعيها. يا رب تكون الطريقة دي عجبتكم، واتمنى انكم تجربوها وتقولولي رأيكم فيها ايه، ولو في اي استفسار اكتبولي في التعليقات وانا هرد عليكم بإذن الله. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، وما تنسينيش بقى في الشير واللايك والاشتراك في القناة، وان شاء الله القناة تكبر بيكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزه اقول لكم كمان ان الطريقه دي تقدروا تعملوا بيها كمان الخس والبصل الاخضر واي حاجه ورق خضره او السبانخ، يعني لو مش عايزه تفرزيها وعايزه مثلا تقعديها معاكي اسبوع مثلا ولا حاجه ممكن تعمليها بالشكل ده، بس ما تكونش فيها برضو ميه. انا بس حبيت انبهكم ان هو ممكن تعملوا بالطريقه دي اي حاجه ورق اخضر زي الخس البصل الاخضر زي السبانخ، اي حاجه خضره زي خضره دي بتاعه حشيش السلطه، اي حاجه انتوا حابينها. معلش اذا كنت طولت عليكم، وزي ما قلت لكم ما تنسونيش بقى في الشير واللايك واشتراك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.